انتشرت الآن ظاهرة قد تكون في أكثر المساجد، وذلك أن بعض الناس يدخلون المسجد ويعلنون عن حاجتهم إلى المال لمرض أو خلافه، وخاصة في الأيام التي تمتلئ فيها المساجد بالمصلين مثل الجمعة والعيد، فهل يصح هذا وهل يجوز لنا أن نتصدق عليهم؟ لقد ألف الإمام السيوطي رسالة في هذا الموضوع بعنوان بذل العسجد لسؤال المسجد، ولخص الحكم في قوله: السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه، وإعطاء السائل قربة يثاب عليها، وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما. هذا هو المنقول والذي دلت عليه الأحاديث، وأورد حديثا رواه أبو داود بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل، فوجدت كسرة في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. ففيه دليل على أن السؤال في المسجد ليس بحرام، وأن الصدقة عليه ليست مكروهة، حيث اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بإخبار أبي بكر ولم ينكره، ولو كان حراما لم يقر عليه، بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال بالمسجد. ولو ثبت أن هناك نهيا عن السؤال بالمسجد لكان محمولا على الكراهة التنزيهية، وكان حديث أبي بكر صارفا له عن الحرمة. وقد نص النووي في شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة في المسجد، ولم يحكم عليه أحد بالتحريم، وكذلك رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا آذى المصلين والنيام نص على كراهته لا تحريمه. فالحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد وغير معارض، ثم إلى نص من أحد المذاهب، وكل من الأمرين لا سبيل إليه. ومن الأدلة حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر قال: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه للسائل، فنزلت الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وذكر السيوطي طرقا أخرى لنزول هذه الآية، وفيها تصدق علي وهو راكع، ثم ذكر حديثا للحاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان قال: قام سائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به فله أجره، ومثل أجور من اتبعه غير منقص من أجورهم. وذكر أن الحديث الذي ذكره ابن الحاج في كتابه المدخل: من سأل في المسجد فاحرموه لا أصل له، وقال: إن حكمنا بالكراهة مأخوذ من حديث النهي عن نشدان الضالة في المسجد، إن المساجد لم تبنى لهذا. وجاء في سفاريني أن ابن تيمية سئل عن السؤال في المسجد فقال: أصل السؤال في المسجد وفي خارج المسجد إلا لضرورة، فإن كانت هناك ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا كتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر، ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك، جاز السؤال.
فالخلاصة أن سؤال إن لم يكن فيه شيء من هذه المضار ليس بحرام وإن كان مكروها.